أبناؤنا هم جيل المستقبل، ومن واجبنا حمايتهم وتوفير جميع الإمكانيات التي تسهم في تنمية القدرات العلمية والمعرفية والأخلاقية من أجل خلق جيل واع يأخذ بأسباب العلم والمعرفة. ومن هذا المنطلق نشر حساب مشروع كويتي إعلان افتتاح مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع باب التسجيل للعام الدراسي 2019-2020 في أكاديمية الموهبة وفصول الموهبة، وذلك حسب شروط. حضرنا اليوم مدرسة أكاديمية الموهبة المشتركة للبنين. طلبة هذه الأكاديمية يتم اختيارهم بالتعاون مع وزارة التربية بعد عمل مقابلات واختبارات معتمدة عالمية. كما تم تجهيز الأكاديمية وفق أعلى المعايير المعتمدة من خلال الفصول والمختبرات والمرافق والطاقم المتخصص. وتوفر الأكاديمية البيئة المثالية للطلبة، ويتم تطوير مواهبهم من خلال البرامج الإثرائية والورش التدريبية. وهذه ورشة العلوم التطبيقية داخل الأكاديمية تتضمن على أنشطة تساعد الطلبة بتنمية مواهبهم مثل نادي الرياضيات وبرمجة الروبوت والفنون الخزفية والألعاب الذهنية. وهذه الورشة الصناعية في الأكاديمية تتضمن نماذج مصغرة تبين أساسيات الصناعة، ويتم تقديم ورش تدريبية لعمليات التصنيع بمختلف مراحلها.